سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم نتوما اللي طلبتوه مني بزاف، عندكم مده وتقولوا لي اسماء واش رايك في البالياج تاع الكيكينات. شوفوا انا بكل صراحه اول حاجه تعلمتها عندها شحال كنولوا شحال من عام اللور، اول حاجه تعلمت البالياج هذا ما كانوش يخدموا بزاف الصالونات، دارته لنا بالكيكينات. ما عجبنيش كامل الطريقه ديالو، ماشي بروفيسيونال. ديجا البرودوي البلوندور كي تخلطوه مع الاكسيدون يدخل لكم وين كاين هذاك الشوشو، يجيكم ماشي شغل اللون تاع زروديه يولي تحتو، واللون ما يخرج شباب ويجيك شغل سطر. شفتوا داك البالياج شغل طريق وحده ماشي شباب، ماشي تحسوه شعره الفوق شعره طالعه، شغل ما تحسوش من مبدي البالياج، هذاك هو الشغم ديالو. الا تا كيكون كريم ديسير تاع بنينه نص شوكو نص فاني، هذاك ماشي كامل شباب هكذا. مي قلت علاش ما ندير لكمش الفيديو هذا يا سي نورمال. شفتوا عند والله ما على بالي الى هديه يعني اسبانيه ولا مكسيكيه ولا اللهجه تاعها ما شفتها ما فهمتهاش. مي النتيجه تاع الطريقه تاعها يا البنات فريمون عجبتني، قلت نشاركها معكم اللي تكون مبتدئه اللي تعرف البنات. في هذا الفيديو اللي جبته لكم سهل بزاف يساعدكم في الدار اللي تكون تعرف هذا الدومين وما هيش تخدم، مي تقدر ديرو ويخرج لك النتيجة تهبل كيما راكم تشوفوا هاد الشعر في الصورة هادية. هذا هو انا واش نحب. سينو هاديك ديري كيكينات على الشعر تقسمي على الجذور وتحكمي كيكينات ما ننصحكمش بيها، النتيجة تاعها كارثة تبهدل. جو بريفير تخلي شعرك طبيعي ولا ديري تبهديله هاديك. هكذا الطريقه كيفاش حتكون هاديه. اول حاجه تروحي تستعملي البوني تاع ليماش، استعملي اي بوني عندك، هي من المفضل سي نورمال يكون عندك بوني تاع سيليكون ولا هادو مالي خرجوا جدد مي هذا غالي، المهم البوني انت اللي عندك. تروحي تخرجي الشعر بالكروشي، مي الشعر كي تخرجيه انت كيفاش تحبي. الا تحبي الامبغي تاعك يكون قوي معمر شارجي خرجيه كامل شعر شارجي، اذا تحبي شعرات تخرجي شعره ايه شعره لا لا، الا تحبيه متوسط تخرجي كامل البوني بصح شعرات رقاق. هكذا هذه اسهل طريقه كشغل راكي ديري ليماش الطريقه العاديه. هذه الخطوه الاولى. من بعدها بعد ما خرجتي شعرك من البوني تروحي تمشطيه بمشط رقيق ولا مشط تاعك اللي تمشطيه به، تتاكدي بلي كامل الشعر خرج من هذوك التقابي، ما عندك شعره نص داخله ولا لا لا، باش ما يكون مجبود كامل لبرا. من بعدها تروحي تقسمي الشعر، تقسيم الشعر يكون سهله شغل عمودي على ثلاث اجزاء، تحكمي خصل صغار تقسميهم على ثلاث اجزاء، الراس على ثلاث اجزاء وعلى خصل صغيره كما راهو موضح في الصوره. هذه هي الصوره اللي النتيجه تاعها تخرج روعه. كي تحكمي شعرك بلاستيك يكون رقيق كامل، من بعد واش راحي ديري انتيا في هذه الطريقه؟ الا حبيتي تكنيك الامبري، الامبري درت لكم تكنيك تاع الامبري. الامبري يعني الشعر يبدا من تحتها، البالياج تاعك يبدا من تحتها ما يطلعش الفوق، العكس البالياج، البالياج يبدا لك من الفوق يقعد لك غير شويه في الجذور اللي يجيك غامق، فهمتوني؟ الا حبيتيه بالياج استعملي كامل هذاك وانا محكوم بشوشو. من بعد هذيك تحبي ديري تكنيك الكريباج ولا لا لا، انا ننصح بتكنيك الكريباج باش البرودوي ما يمشيلكش داخل هذاك الشوشو باش ما يجيكش لون نحاسي، ومنها الكريباج ما يبينش لي ديفو يبين لك شعرك بزاف شباب. هذه الطريقه اللي ننصح بها انا سورتو الا استعملتو هاد النوع من البالياج هكا. وإلا حبيته أمبغي يبدا من تحتها، الأمبغي كيف كيف ديري تكنيك الكريباج وتبداي من تحتها في وسط هذيك الخصلة اللي جبتيها اللي حكمتيها بشوشو. هذه هي الطريقة. تروحي تستعمليهم كامل البلوندور وكيلا بلوندور، زوج كيلات أوكسيدون، البلوندور الماركة اللي تحبوها، من المفضل يكون بلوندور أزرق باش اللون يخرج لكم بالخف سيغتو لي شعرها غامق. تحكموا هذيك الخصالات اللي خدمتوهم بالألمنيوم تغطوهم وتقعدوا كل دقيقة
تعسف الشعره وتمالكسي وداك شغل ديرو مساج للشعره باش الحراره تتوزع واللون تاني ما يخرجلكش في جهه وجهه لا باش يخرج اللون يعني متوزع بشكل مليح. من بعد كي يخرج لك اللون الخصله اللي تخرج تنحي لها هذاك الالومنيوم وتغسليها عادي. من بعد حتى وين يخرج لك كامل كي يخرجوا لك كامل تروحي تقطعي هذاك اللاستيك اللي حكمتي به الشعر، تروحي تشليهم مليح بالماء تنحي هذاك اللاستيك اللي قلت لكم عليه. من بعد تروحي ديري لها ابري شامبوان شغل باش تطمي الشعر كامل في جهه واحده، تمشطيه ولا كامل في جهه واحده. من بعد تروحي للغانساج، افضل حاجه كي ديري البالياج ولا ليماش ولا البنات الغانساج، يا اما بالتونر يا اما بشامبوان سيلفر، ولا راكم تشوفوا في الانستغرام تحسوا شعرهم لامع، هذاك اللامع لانهم يستعملوه غير التونر، ما يستعملوش الصبغات اللي تنشف لهم الشعره. على هذا تشوفوا هذيك اللمعه هكذا. انتوما انه الخطوه المهمه في البالياج باش يخرج لون شباب كي تستعملي البلوندور، لازم تما اللي توصلي الشعر تكوني تعرفي توصلي الشعر للون السحب المناسب. على هذا نقول لكم غير اللي تكون تعرف، اللي تكون ما تعرفش يهفك تحسيه اللون خرج خلاص، راهم البالياج تاعك خرج كي تروحي تشليه تلقايه مازالو اورانج. على هذا غير اللي تعرف اللي تروح تستعمل هاد الطريقه ولا اي طرق تاع البالياج ولا ليماش. ولا نروحوا للغانساج. الغانساج قبل ما تروح نروحوا للغانساج لازم تشوفي الى عندك كاش بقع فوق البوني، يعني ديتاش ما خرجولكش مليح ولا، واش تروحي تستعملي؟ تروحي تنشفي شعرها بسيرفييت فوطه فوق البوني عادي. من بعد بعد ما نشفتي شعر بفوطه تروحي تصبغي هذوك لي تاش اللي خرجولك. افضل صبغه اللي تخرجهم لك شابين الا كانت لاباز تاعك فاتحه، عندك شعرتك فاتحه نقولوا شاتان كلير ولا بلون فرونسي، ولا تروحي تستعملي اشقر غامق زائد اشقر غامق رمادي مع 20 فوليوم، تصبغي من عندك البقع هذوك البرتقاليه. ولا الا كان عندك الجذور تاعك قاعده شعر تاعك غامقه شاتان ولا شاتان فونسي، ولا تروحي تستعملي 5 + 5.1 اللي هي كستنائي فاتح زائد كستنائي فاتح رمادي مع 20 فوليوم. من بعد ما يتغطاو لك لي طاش تشلي هذاك الشعر وتروحي تستعملي الغانساج. الغانساج تستعملي يا شامبوان سيلفر ولا تونر اذا عندك، ولا غانساج بالصبغه. راني دايره شحال من فيديو، يعني راني دايره شحال من فيديو اللي يساعدكم شوفوه. من بعد ما اللون يطفى وانتي عينك هي ميزانك في الغانساج وتحكي في الشعرات مالكسيها مليح، تروحي تشليه كي يخرج لك اللون. تروحي تستعملي ابخي شامبوان في شعر باش يسهل لك تجبدي البوني. كي تجبدي البوني رغوني شعر كامل كيف كيف ومشطيه لها وديري لها بروشينغ وبصحتكم البالياج. تجي طريقه شابه وسهله، هذه هي الطريقه اللي لقيتها لكم اللي تساعدكم في الدار. سينو تاع ديري كيكينات فوق الشعر تقسمي الشعر ما ننصحكمش كامل بها، الخرش تجيكم تبهديله. نتمنى راكم تستفادوا، وما تنساوش ابوني وشان يوتيوب هادي، وخلوا لي جام ولي كومونتير، والسلام عليكم.